قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ما أسعدهم، ولكن كيف نلحق بهم ونكون بصحبتهم؟ كيف نتحول من عبيد للشهوات إلى عباد الرحمن المتقين؟ لا بد أولا من التوبة النصوح بشروطها الثلاث: الندم الشديد، والعزم على عدم العودة، ورد الحقوق إلى أصحابها. ثم لا بد ثانيا من التخلية قبل التحلية. يعني إيه؟ دعونا نضرب مثال. لو عند حضرتك كأس من الكريستال النقي ولكنه ملوث غير نظيف، وتريد أن تشرب فيه عصير، ماذا تفعل؟ فهل تصب العصير في هذا الكأس الملوث وتشرب؟ أم تقوم أولا بغسل الكأس بالماء والصابون جيدا ثم تصب العصير؟ بكل تأكيد لابد أولا أن تخلي الكأس من القاذورات ثم تحليه بالعصير. وأنت كذلك لابد أولا من أن تخلي نفسك من مراتع الشهوات ورفقاء السوء ثم تحليها بالصحبة الصالحة وبالمسجد. فإن سلكت ذاك الطريق فأبشر بكل توفيق. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أولئك العباد المتقون يتضرعون إلى الله بالدعاء ويقولون في كل وقت: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ولكن لماذا يبدأ دعاء الأنبياء والمتقين وأهل الإيمان بربنا؟ وده يرجع لأن ربنا اسم جامع لصفات الربوبية من العطاء والمنع والخلق والإحياء والإماتة وغيرها. فنحن نتوسل إلى الله باسم من أسمائه، وذاك مشروع في الدعاء. ولأنه سبحانه وتعالى قريب سميع من المؤمنين حذفت ياء النداء: إننا آمنا بك واتبعنا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وصدقناه في كل ما جاء به. وها نحن الآن نتوسل إلى الله عز وجل بالإيمان، وهو من باب التوسل بالطاعة والأعمال الصالحة، وهو مشروع في الدعاء. ولكن لننتبه جيداً، لابد أن يكون القول موافق للعمل وواقع الإنسان، وقول بلا عمل لا جدوى ولا طائل منه. فالإيمان ثلاثة أركان: قول باللسان، وتصديق بالقلب، وعمل بالجوارح. ويستحب للمؤمن أن يجدد إيمانه ويكثر من قول لا إله إلا الله، فذاك من شعائر الدين: أغفر لنا ذنوبنا. ولكن هل لأهل الإيمان والتقوى ذنوب؟ نعم، لأنهم بشر. فالإيمان يزيد وينقص، وقد يصدر عن بعض المؤمنين بعض المعاصي والذنوب. فامحو عنا ما اقترفناه من ذنوب واسترها علينا، لأننا ضعفاء وأنت الغفور الرحيم. ونجنا من عذاب النار، ذاك العذاب الأليم، يا أرحم الراحمين. فإنهم يعلمون تمام العلم أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما برحمة الله تعالى. جزاكم الله خيرا. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا.